كان فرصة لضيوف جالما من أهل الثقافة لتقييم الندوة التي لخصت في محاورها النهج الفكري للشيخ العمودي عبر التطرق لتاريخ المنطقة وجغرافيتها. نحن دائما نعمل على أننا نحيي الحاجات في المنطقة اللي نمشيها، و 845 جزء من تاريخنا المتين وتاريخنا الكبير، ونحن في منطقة جالما، منطقة الشهداء. وقد تم خلال هذا اليوم الأخير التطرق إلى الدور الهام الذي لعبه الجيش الوطني الشعبي في الشرق الأوسط إبان الحرب العربية ضد إسرائيل. كانت كاتبتنا في الجبهة المصرية تحت قيادة سي عبد المجيد الأكثر تعرضا للخطر أمام القوات الإسرائيلية. وقد اختتمت الندوة الوطنية 26 للجمعية الثقافية الأمين العمودي هذه بتكريم الشهيد أحمد بومهرة وكذا المجاهد العقيد المرحوم عبد المجيد بوسبيعة، إضافة إلى شخصيات بارزة من ولاية جالما.